الرياضة الإلكترونية والإي سبورت بقت حاجة كبيرة جدا، ووصلت إن مئات الملايين بيتفرجوا من كل أنحاء العالم. وفي بطولة ذا انترناشونال بتاعت فالف مجموع الجوائز وصل ل 20 مليون دولار، وفي برو بلايرز مرتبهم بيوصل ل 25,000 دولار في الشهر. فلو هنتكلم عن الإي سبورت لازم تكونوا عارفين إن الإي سبورت صناعة قيمتها عشرات المليارات. وإحنا في الفيديو ده هنقول لكم على أنجح وأغنى فرق إي سبورت في العالم. اول فرقه تكون كلاود 9، ودي اكبر منظمه اي سبورتس في العالم. قيمه كلاود 9 وصلت ل 310 مليون دولار، وعائداتها تتجاوز ال 22 مليون دولار. اكيد انت مش مصدق الارقام دي، بالذات احنا بنتكلم على منظمه بتاعت اي سبورتس. بس لما اقول لك ان كلاود 9 بارتنر مع ريد بول واومن باي اتش بي وهايبر اكس وحاجات كتير تانية، هتلاقي ان الرقم ده طبيعي جدا، بالذات ان كلاود 9 عندهم فرق في معظم الالعاب زي ليج اوف ليجندز، سي اس جو، اوفر واتش، والعاب تانية كتير. والمخيف في الموضوع ان فرق كلاود 9 في معظم الالعاب بتكون من احسن الفرق اللي في اللعبه. يعني مثلا في 2018 كلاود 9 كسبوا السي اس جو ليج ميجر، والبرايس بول بتاعت التورنمنت دي كانت مليون دولار، وكلاود 9 كان اول فريق امريكي يكسب ميجر في سي اس جو. ان قبل ما كلاود 9 يكسبوا الميجر ده كان معروف ان الفرق الاوروبيه هي اللي مسيطره على اللعبه. يعني مثلا فناتك في 2015 كسبوا 2 سي اس جو ميجرز ورا بعض، وبعد ما كسبوا 2 ميجرز كسبوا 6 تورنمنتس على توالي، وكان معروف ان فناتك هم احسن فريق. بعد كده في اواخر 2016 في فريق طلع من تحت الارض وكسب بطوله ام ال جي كولومبس ميجر وهي اس ال 1 كلون ميجر 2016، والفريق ده كان هو اس كي جيمنج. اس كي جيمنج فاجئ السي اس جو كوميونيتي كله ان بعد استحواذ فناتك على سي اس جو، اس كي جيمنج عرف ينهوا سيطره فناتك، ومن هنا بدات اس كي هي اللي تسيطر. بعد تو ميجر وينز كسبوا بطوله سي اس كون سمت ودريم هاك اوبن 2017، وطبعا كسبوا حاجات تانية كتير، بس الحاجات التانية مش مهمه زي الحاجات دي. فضلوا مسيطرين لحد ما جت بطوله اي ليج ميجر بوستن 2018، ودي كانت اول بطوله ميجر يكسبها فريق امريكي، والفريق ده كان هو كلاود 9. Cloud 9, the E-League Major Champions. بس كلاود 9 ما كملوش كتير، ان على طول اول ما كلاود 9 كسبوا الميجر فريق دنمارك اسمه استراليس كسب الميجر اللي بعديه على طول، ومن هنا ساعتها كلاود 9 نزلوا من النمبر 1 سبوت وقاعدين بيلفلفوا في التوب 10. تاني فريق هو تيم ليكويد، وقيمه تيم ليكويد تتعدى ال 200 مليون دولار. فلو هنتكلم على تيم ليكويد لازم تكونوا عارفين ان الاورجنايزيشن دي من احسن واقوى الاورجنايزيشنز، ده لو هي مش احسن اورجنايزيشن. اول حاجه تيم ليكويد اكتر فريق لعب بطولات في العالم، لعبوا 1476 بطوله، كسبوا 25 مليون دولار من بطولات بس. ليكويد طبعا معروفين بفريق دوتا 2 بتاعهم اللي كسب اكتر من 17 مليون دولار، وكسبوا بيه ذا انترناشونال 2017. بس برضه ما ينفعش حد ينسى فريق تيم ليكويد بتاع سي اس جو، ان الفريق بتاعهم عرف يكسب 2 مليون دولار، ودلوقتي هو تاني احسن فريق في سي اس جو. بس خلي بالكم ان تيم ليكويد ما كانش دايما هو من احسن الفرق في العالم، بالعكس زمان تيم ليكويد كان معروف ان هو اكتر فريق بيحبط امال الفانز بتوعه في الماتشات الحاسمه. يعني مثلا في اس ال 1 كلون احنا اتكلمنا عنه، هم كانوا في الفاينلز وكسبانين بفرق ضخم، بس ما عرفوش يقفلوا الجيم واس كي عملوا كامباك عليهم وكسبوا الميجر. فبعد سنه من تدريبات وشغل جامد قوي من ليكويد عرفوا يبقوا من احسن الفرق اللي في دوتا وسي اس جو. تالت فريق هو فناتك، احنا اتكلمنا عن فناتك كتير وازاي هم سيطروا فتره كبيره على سي اس جو. بس فناتك برضه عندهم فرق كتير، ومن اهمهم فريق ليج اوف ليجندز، والفريق ده الفريق الوحيد اللي عارف يكسب 18 ماتش على توالي وما خسرش ولا ماتش في ليج اوف ليجندز ULTS. فانا اللي لاحظته ان فناتك دايما بيسيبوا علامه في كل لعبه، يعني في سي اس جو هم الفرقه الوحيده اللي كسبوا 3 ميجرز، وفي ليج اوف ليجندز هم الفرقه الوحيده اللي عرفوا يكسبوا 18 ماتش من غير ولا خساره في ULTS. فقيمه فناتك وصلت ل 120 مليون دولار وعائدات تتجاوز 11 مليون، وفناتك كسبوا فوق ال 12 مليون دولار من بطولات بس، ولعبوا 810 تورنمنتس. قيمه جي 2 تتعدى ال 105 مليون دولار وعائدات تتجاوز 8 مليون. جي 2 عندهم فرق في العاب كتير، بس اكتر فرقه ناجحه ومعروفه هي فرقه سي اس جو، ليج اوف ليجندز، وريمو 6 سيج. خلينا نبدا بفرقه سي اس جو، كسبوا تورنمنتس كتير جدا، بس المهمين هم دريم هاك ماسترز مالمو 2017، اي اس ال برو ليج سيزون 5، دريم هاك تورز 2017، واي سي اس سيزون 1. وفلول اللي كسبوا اي يو ال سي اس سمر 2017، اي يو ال سي اس سبرينج 2017، وال سي اس بروموشن، وحاجات تانيه كتير. فريق ريمبو بقى بتاعهم كسب 6 انفيتيشن 2019، ودريم هاك وينتر 2018، و6 ميجر باريس 2018. نخش بقى لخامس فريق وهو تيم سولو ميد او تي اس ام. قيمه تي اس ام تتعدى 250 مليون دولار وعائدات تتجاوز 25 مليون. تي اس ام عندهم فرق في العاب كتير، بس هم اشهرهم في لول وفورتنايت. خلينا نبدا بلول، كسبوا بطولة اي ام اي اكس وورلد تشامبيونشيب وال سي اس سمر 2016 وال سي اس 3 سبرينج، وطبعا عندهم اللاعب الشهير بيركسن. بصوا الصراحة مش عارف بنطق اسمه ازاي، بس يعني المهم اتفرجوا على الكليب ده وخلاص. He knows as well, he's gonna dodge around. Oh! بس لو انت ليك في فورتنايت بقى اكيد هتكون عارف لعيبه تي اس ام فورتنايت. اول واحد عندنا هو مستر علي ميث، وده فورتنايت ستريمر برو بلاير وعنده يوتيوب شانل عليها 4 مليون سبسكرايبرز، ومعروف بالبيلدينج سكيلز بتاعته في فورتنايت. اورجانو ميث، اه جي جي.
تاني واحد هو ديكوان، وده عنده يوتيوب شانل عليها 5 مليون سبسكرايبرز، بس هو معروف كستريمر وبرو بلاير اكتر. بس بصراحه من ناحيه ديكوان هو عليه بيلدينج وايم فظيع. بس قبل ما ننهي الفيديو عايز اقول لكم على كام فريق كده ما وصلش للليسته. الفرق هي اس كي تي 1، اوستراليس، فيرتوس برو، نيتس فينسيريا او نافي، فيس كلان، ونينجاز ان بيجاماس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنتس لو انتوا عايزين تعرفوا اي حاجه تانية عن الاي سبورتس. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، وسلام.